لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا لله الحمد. متن العقيدة الوسطى، هل يوجد إشكال في هذا المتن؟ هل يوجد إشكال أو شيء لم يفهم في المتون السابقة، في الأصول الثلاثة، في القواعد، الدروس المهمة في كتاب التوحيد في الواسطية؟ نعم، في الحديث الشر ليس إليه، والشر ليس إليه. نعم، كيف يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق شر محض، خلق الله سبحانه وتعالى قدر وقوع البدع والشركيات والمعاصي لحكمة أرادها الله. مثل ما ذكرنا أن الرجل قد يأتي بالولد إلى الطبيب يقول أقطع كذا، الدواء مر، رائحة كريهة، وتشرب لما يترتب عليه. فوقع هذه الأمور هي من ناحية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الشرك، ومن ناحية قدر الله وقوع هذه الأمور حتى يعلم المؤمن من الكافر. فهي من ناحية تراها خير، صحيح؟ نعم، ليست بالشر محض. نعم نعم، أحسن الله إليك. بارك الله فيك. في باب النجاسات، يعني احنا عندنا يعني هذه الكلاب ساعات بعض الاحيان تلمس الثياب. الكلب عندنا الكلاب التي تقتنى ثلاثة، كلب الكلاب التي تقتنى ما هي؟ صيد حراسة وزرع وماشي. حراسة يصح ولا أشكال. هذه الكلاب الثلاثة يجوز أن تقتنى، وإذا كان لديك واحد من هؤلاء الثلاثة ولغ في الإناء فنجاسته مغلظة. نعم، فلعاب الكلب نجس، لكن نجاسة هنا متوسطة، مفهوم؟ غسل بالصابون. قلنا المتوسطة رش زائد عصر، مفهوم؟ هذا إذا وقع شيء من لعاب الكلب، وإن لم يقع شيء مر بجانبك مثلا لا أشكال. نعم، غيره. ما يتعلق بالاستهزاء، ما يتعلق بالاستهزاء، حتى يسمع السؤال. ما يتعلق بالاستهزاء ماذا؟ يعني تعلمنا أن الحكم تكفير معين هذا يرجع للعلماء. يقول أخذنا في الأصول الثلاثة أننا نتعلم الحكم على الفعل، أما الحكم على الفاعل لابد فيه من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. ثم ذكرنا في باب من هزل بالشيء في كتاب التوحيد أن المستهزئ يكفر، وذكرنا فتوى لجنة كبار العلماء حفظهم الله أن المسألة إذا كانت واضحة بينة، سب للرب، سب للدين، سب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفر كائنا من كان. كيف نجمع بين القول الأول والثاني؟ قلنا نرجع للعلماء، رجعنا للعلماء قالوا في هذه المسألة يكفر المعين ولا إشكال فيه، صح؟ فلا تعارض. أما إن كانت المسألة، هذه فتوى اللجنة، إن كانت المسألة محتملة، يعني ذكر حديث مثلا أو كذا وضحك الناس، ننبه هذا أن هذا استهزاء وسخرية. إن أصر كفرنا، وإن توقف ورجع تركنا. فهمت الآن؟ إذا ما هناك تعارض إن شاء الله تعالى، لأن المسألة هذه واضحة بينا ومعلومة من الدين بالضرورة. بل إذا كان لا يعرف هذا، إذا لا يعرف شيء من الدين أصلا، فهذا يكفر كفر عيني. نعم، أي نعم نعم، لأن المسألة هذه مسألة أفتى فيها العلماء، وإحنا قلنا نرجع العلماء، رجعنا العلماء في مسألة الاستهزاء قال يكفر بعيني إذا كانت المسألة واضحة بينا. لكن هل تنتظر إلى أن تسمع السب؟ إذا كنت في مكان وتعرف أن هناك سب واستهزاء، تنتظر حتى تسمع؟ لا، ماذا تصنع؟
تطبع فتوى اللجنة الدائمة وتوزع الناس، تنشرها في المحافل وكذا، تنبه بعض الناس، تقول لماذا لا يسب أهل الكتاب، لا نسمع واحد من أهل الكتاب على ما هم عليه، لا نسمع واحد منهم يسب التوراة والإنجيل، ونرى ممن ادعي الإسلام يسب الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تصنع هذا؟ لماذا عندما تغضب لا تقطع النقود؟ لماذا عندما تغضب لا تسب الوالد والعشيرة؟ لماذا لا تسب الرئيس؟ تحاول معه وتنصح وتقول ترى فتوى العلماء التكفير، وكيف تكفر بالله، تحرم زوجتك وانفسخ النكاح، وإذا مت على هذا لا تكفن ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين. وهذه المسألة ترى أفتى فيها العلماء، ولماذا تغضب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، تعالج قدر المستطاع. نعم، وتقول فتوى العلماء أنك كافر إذا صرحت، مفهوم؟ نعم. نعم. الدعاء على المعين، الدعاء على المعين أو لعن المعين. طيب، لعن المعين نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم أو كافر، اتفقنا هذا أولا. الثاني لعن الكافرين على وجه العموم يصح، ورد إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا، لعن الذين كفروا. لعن الكافر المعين نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أولى لعن المسلم. أما الدعاء على كافر بعينه يصح؟ نعم، إذا كان ظالما، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. دعاء على طائفة معينة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة أموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. الدعاء على عموم الكفار بالهلاك يصح؟ لا يصح، مخالف لما قدر الله سبحانه وتعالى، لأنه قدر الله سبحانه وتعالى بقاء الكفار إلى أن تقوم الساعة، ومخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. دعاء على كافر بعينه يصح؟ يصح، أوردنا على عموم الكفار لا، على طائفة معينة ظالمة يصح. هذا السؤال، الدعاء لهم بالهداية هل يصح أو لا يصح؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، تدعو لوالديك، نعم مسلمين أو كفار. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح أثر عن جابر رضي الله عنه في الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد، أنه قال أنه لو أدرك فرعون لدعا له، دعا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تصنع مع من يعني هو قريب لك من الكفار؟ تدعو له، تستعين بالله عليه، نعم تصنع كل ما استطعت في هداية الخلق كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ أي نعم. طيب، وفيكم بارك. نعم، رأينا يعني في العقيدة الوسطية من صفات أهل السنة والجماعة يعني الصلاة في الجماعة. نعم. وبعض المسلمين هنا يعني يدعون يعني أن يصلي في بيوتهم لعدم النداء خارج المساجد، فما حكم على ذلك؟ لا، هو السؤال يقول على من تجب الجماعة، تجب الجماعة على الرجال البالغين، ثم سماع النداء ليس
ليس معناه ولا بد أن تعلم هذا، وهذا الذي يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء، سماع النداء لا هذا النداء الذي تسمع، لا، يقدر أن مؤذن يؤذن وهو يسمع النداء. بعض العلماء يقول هذا في حدود من 5 إلى 7 كيلومتر. إذا يجتمع أناس في مسجد، في مركز، في غرفة يجتمعون، إذا هذا مكان الجماعة. الأدلة كثيرة. الآن الاجتماع في صلاة الخوف، الاجتماع في صلاة الخوف في مسجد لابد من اجتماع؟ نعم. عندما جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أنه إذا قيمت الصلاة أن يؤذنوا ثم تقام الصلاة ثم يصلي أحدهم ويصلوا جماعة، اشترط المسجد؟ هل من شروط الجماعة المسجد؟ لا، لكن بناء المساجد فيها الجماعة وفيها الجمعة وفيها كذا، مفهوم؟ أي نعم. فالآن حاجة الناس إلى المساجد في بلاد الكفر أكثر من حاجة الناس إلى المساجد في بلاد الإسلام، صحيح؟ لأنك عندما تدخل المسجد تشعر بقيمة المسجد. نعم، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ولذلك يعني الآن الأمور ميسرة ولله الحمد في بناء المساجد، لماذا لا نتعاون وتبنى المساجد؟ نريد أن ننتظر إلى أن لا مساجد نمنع من بناء مساجد؟ فلا بد أن نجتهد الآن. طيب، مفهوم؟ إذا الجماعة تجب على الرجال البالغين، سواء كان اجتماع الناس في المسجد أو في مصلى أو في غرفة أو كذا، كما هو الحال الآن. هؤلاء الرافضة لا مساجد، لا جماعة، لا جمعة، لا حج، بل قال بعض العلماء أنه في طهران لا يوجد مسجد، لا يوجد مسجد، مسجد فيه قبر لا يوجد في طهران، وهذا أمر معروف. كل عاصمة من دول العالم لابد في الغالب أن يكون في كل عاصمة مسجد إلا في طهران، ولهذا يقول أهل السنة أن هؤلاء أي الرافضة عباد أوثان، أهل السنة والجماعة يعمرون المساجد، إنما يعمرون مساجد الله، والرافضة يعمرون المشاهد. فإذا تخلف هذا وتخلف هذا وتخلف هذا، لابد أن نجتمع. وأنت تعلم أن هناك يعني في بعض المدن غير المسلم اجتمع بعض الشباب وأقاموا صلاة الجماعة شيء فشيء حتى كان مسجد واجتماع أمة ولله الحمد. كم من أجور حصلت لمن؟ للأول الذي بنى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة ماذا صنع؟ بنى المسجد، وهذا مهم جدا. نعم. وغيره. أخذ سؤال في السؤال. لا أحد. بسم الله. تعلمنا من شروط الصلاة استقبال القبلة. من شروط الصلاة استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر، إلا إذا صلى النافلة في السفر حيث توجهت به الدابة أو الراحلة صحة الصلاة. نعم. السؤال، كيف نقدر الانحراف اليسير؟ كيف نقدر الانحراف اليسير عن القبلة؟ الانحراف اليسير عن القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال في البول الغائط ولكن شرقوا وغربوا. فالانحراف اليسير وانحراف
كثير. يعني الآن مثلا هنا القبلة في جهة، اعتبر أن القبلة في جهة الجنوب. طيب هذا الآن متجه إلى جهة الجنوب، اتجه إلى هنا الآن، هل هو متجه إلى القبلة؟ متجه إلى جهة الغرب مثلا، مفهوم؟ فإذا قلنا هذا متجه إلى جهة الجنوب لكن منحرف شيء يسير إما عن اليمين أو عن الشمال لا يؤثر، مفهوم؟ نعم. لأننا الآن البعد عن مكة، البعد عن مكة لا ما أدري عن هي الجهة تكبر الآن صحيح؟ فالانحراف هذا اليسير ترى لا يؤثر، وهذه الأجهزة الحديثة تضبط لك القبلة 100%. في القديم هل كان لديهم هذه الأجهزة الحديثة؟ لا. فالانحراف يسير هذا لا يؤثر، أدلة مرت معنا، مفهوم؟ نعم. فماذا نصنع الآن؟ في بعض المساجد تجد أن هناك انحراف. الخط في المسجد، من العلماء من قال أن الخط في المسجد بدعة، لكن أنت تعرف الآن أنه في انحراف، وفي الغالب أن الناس لا يعرفون القبلة، فماذا نصنع؟ أفتى بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله أنه إذا كان هناك انحراف والبناء يعني منحرف فماذا نصنع؟ نضع الخط، لأننا الآن لابد أن نصنع هذا حتى يعرف الناس القبلة. طيب فإن كان هناك انحراف يسير هذا لا يؤثر، والله أعلم أنه واضح انحراف يسير وانحراف الكثير، وأن هذا متجه إلى الجنوب وهذا متجه إلى الشرق أو إلى الغرب. نعم. السؤال تبعي بالنسبه لاستقبال القبله، نعم، فاذا استعملنا بالتحديد طيب الحرف يعني المصلي على يعني وبعد هذا يعني الانحراف يسير لا يؤثر، الانحراف اليسير عن القبله لا يؤثر، وارجع مفهوم معي؟ إذا الانحراف اليسير عن القبلة لا يؤثر، لكن هل ينحرف؟ لا ينحرف. إن انحرف انحراف يسير عن القبلة هذا لا يؤثر، انحراف كثير عن القبلة يؤثر. نعم. الانحراف اليسير حدد بعدد معين من الدرجات؟ والله أنا لا أدري، الله أعلم. نعم. قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. نعم. وأبطل كان مشركا، فكان ما بين القولين؟ بارك الله فيكم. في المحبة؟ نعم. يقول أنزل الله سبحانه وتعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. عندنا إشكال، كيف يحب الكافر؟ المسألة هذه سهلة ولله الحمد، أجاب عنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله. القول الأول في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، أي قبل النهي عن محبة أهل الشرك، هذا قول. القول الثاني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إذن المحبة ليست لأبي طالب، المحبة للهداية. القول الثالث إنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، مفهوم؟ إذن عندنا ثلاثة أقوال ويمكن الجمع ولا أشكال. تقدم معنا أنه قد يجتمع في إنسان حب وبغض، حب طبيعي وبغض في الله ولله، مفهوم؟ نعم. إن من البيان للسحر في أبواب، في باب بيان شيء من أنواع السحر في كتاب التوحيد. نعم. ما وجه إرادة المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في بيان شيء من أنواع السحر؟ خطب بعض النسخ. لا، أراد المؤلف أن يبين أن من علامات الساحر التلبيس
الناس وأن يتصور خلاف الواقع. البيان الفصاح، وأن من علامات الساحر أن يتكلم بكلام ويقلب به الحقائق، يجعل الحلال حرام والحرام حلال. فإذا كان بالبيان والفصاحة يحق الحق ويبطل الباطل، فهذا جائز وقد يكون واجب. وإذا كان بالبيان والفصاحة يقلب الحقائق، يقول هذه ليست بربا، هذه فوائد، والفائدة إذا كانت فيما دون كذا فهي حلال وكذا وكذا، هذا بيان، لكن بيان فيه قلب للحقائق. فأراد المؤلف أن يبين أن من علامات الساحر قلب الحقائق والكلام ببيان وفصاحة لهذا. مفهوم؟ نعم. إن من البيان لسحرا. وقال بعض العلماء رحمهم الله أن النمام يفرق في ساعة ما لا يفرق الساحر في سنة، يفرق في ساعة واحدة. نعم، يأتيك تدرس القول المفيد، يقول رحمه الله الشيخ الأثير، لكن يعني هذا الكتاب فيه كذا، فيه كذا، تهمل كل شيء ولا أستطيع أن أدرس. صحيح والله. نعم. غيره. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ تقدم معنا أن القضاء إما شرعي أو كوني. القضاء شرعي وكوني. القضاء الشرعي يكون فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويكون فيما لا يحب. لا، القضاء الشرعي يكون فيما يحب الله سبحانه وتعالى وقد يقع وقد لا يقع، والكوني لابد أن يقع ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، وهذا هو القدر. فهمت؟ أي نعم. نعم. أحسن الله عليك شيخ، كيف تكون الدعوة إلى الله للكفار من كل الدعوة كافرة سواء رجال أم نساء؟ كيف ندعو أهل الشرك كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر معاذ رضي الله عنه؟ قال ناظرهم، ناقشهم، بين ما هم عليه من ضلال وكذب. لا، تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تقول ما أريد أسمع منك شيء، اسمع، أنت بحاجة إلى الإسلام والإسلام ليس بحاجة إليك، والإسلام فيه وفيه وفيه وفيه، ولا تأتي بأي أمر من أوامر الإسلام، لا صلاة ولا غير. تقول أنت مطالب الآن أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول والحمد لله. أما في دعوة النساء تحذر، أن بعض الناس هدان الله إياه على ما قال البعض، كثرة المساس تميت الإحساس، يخالط المرأة وينظر إلى الأجنبية وكذا، ما يمكن. حتى في باب التعليم يقول أن الرجل يعني إذا أراد أن يعلم النساء لابد من وجود حائل بينه وبين النساء، ولا يكون هناك يعني سماع لصوت وكذا. فنرجع في طريقة دعوة النساء إلى ما أرشد إليه العلماء. تستطيع أن تدعو النساء بتوزيع الكتب. إشكال أيضا، قد يعطي المرأة هذه الرسالة في يدها، فكيف يصنع؟ يأمر أحد المحارم أن يصنع هذا ويخاطب هذا. الأصل أن تغلق هذا الباب، وتستطيع بإذن الله أن تدعو إلى الله عن طريق المحارم، عن طريق الكتب، توزيع الكتب ووزيع غيرك. أما يعني تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني حذر من فتنة النساء، فتنة عظيمة. نعم، ف يعني هذا الذي يعني هو واقع اليوم من التبرج وكذا وغيره، وانه يعني اصبح ان البعض لا يبالي بالخلوة، بالحديث مع الأجنبية، باللين في القول وغيره. لماذا؟ لم نعتاد على، حتى تجد من بعض الطلاب هدانا الله إياهم يحصل هذا، تدعو الله تعظم الله سبحانه وتعالى، تبتعد عنه قدر المستطاع. أنا أعرف أن البعض يقول يعني لابد من أمور اعتاد عليها الناس من إلقاء التحية وكذا. سبحان الله، قدم الخوف من الله، ثم يعني البعض هو غير محصن أصلا واخشى على نفسه من الفتنة. ولا تظن أن الأمر يكون يأتي بالأمر يعني العظيم، لا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم تكن الآية ولا تزنوا، لأن هناك أمور تؤدي بك إلى الوقوع في الزنا. ولهذا جاء تحريم الخلوة والنظر والكلام والسماع وكذا وكذا من أمور تعرفون، وذكرنا لكم الله أعلم في الدورة السابقة أمور تكون معينة بإذن الله على اتقاء هذه الفتنة: زيارة القبور، غض البصر، الصيام، تقليل الطعام والشراب، وعدم الكلام في هذا الباب، تعظيم الله سبحانه وتعالى، وغير هذا من الأمور التي ذكرناها. وألا تكون يعني وحدك في البيت، قراءة سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وغير هذا من الأمور التي تقدمت معنا. هذا المسألة أخواننا مسألة خطيرة جدا. يقول بعض العلماء رحمهم الله: لا تظن أن إبليس تاركك. آدم عليه الصلاة والسلام حليم، ظل الشيطان يوسوس ويوسوس له حتى وقع. وقال كذلك بعض العلماء: لو لم تأتي قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن لما استطعنا نتكلم بكلمة. فإن كان آدم عليه الصلاة والسلام وهو حليم حصل ما حصل منه، فأنت تظن أن الشيطان تاركك؟ وبعض الشباب هدانا الله إياه يقول: أنا ما يؤثر في شيء. هل صنع هذا النبي عليه الصلاة والسلام من المصافحة واللين في القول وغيره وهو عليه الصلاة والسلام معصوم؟ لا. فأنت لابد لك من اتباع الكتاب والسنة. البعض كذلك يعجب بالرافضية. الله سبحانه وتعالى قال: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. كيف تعجبك؟ ثم لا يكتفي بهذا، يأتي ويتكلم مع زملائه يقول: مرت وكذا. سبحان الله، أعوذ بالله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أمور خطيرة يسمعها بعض الشباب هدانا الله إياهم. أنت مفتون؟ يا أخي لا تفتن غيرك، ولا تنظر ولا كذا. ثم أمور من التي ذكرناها: إطلاق اللحية. إنه في إطلاق اللحية في الغالب إنه يستحي
ينظر أو يسمع أو كذا، خلافا لو كان حليقا. من استطاع منكم الباء فليتزوج. والحمد لله في الغالب، بل حق على الله أن يعين ثلاثة، منهم الشاب يريد العفاف. ادعو الله، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، صحبة الصالحين. انت الان عندما تمشي مع الشيخ ما تنظر، في الغالب تتذكر نعمة الله عليك، تتذكر كيف تعصي الله بنعم الله، تتذكر قصة الكلب والأسد مرت معنا، نعم تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا قليل وكثير لله عوضه الله خيرا منه. والنظرة سهم من سهام إبليس. ثم لا يمكن أن تأتي الأماكن اللي فيها تبرج ونساء إلا عند الضرورة، عند الحاجة. أما أنك تأتي وكذا، الله، نزلنا في مطار يوم من الأيام ومعنا أحد الشباب، فعندما نزلنا المطار خلع النظارة. لماذا؟ قال: أنا الآن ما أرى شيء. والله أحيانا على ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قد يكون بعض العوام أتقى لله من بعض طلاب العلم. هذا خلع النظارة وقال: الحمد لله أنا الآن يعني ما أرى إلا يعني خيال وكذا، والحمد لله. غض البصر، حفظ الفرج، قلة الكلام والنظر، هذه الأمور يعني تتعجب. أنا قلت لكم من يعني حال البعض، في أمور يعني ليس لها داعي أصلا يصنعها البعض صدق. فهذا الذي ليس له داعي قد يوقعك في شر كبير وأنت لا تدري عنه، الله المستعان. طيب، هذا الكلام قد يطول. نعم، الشيطان لا يأمرك بالكبائر، لا، يتدرج. فدلاهما بغرور واحدة واحدة، وقاسمهما، أقسم لهما بالله. فهو يأتي، أول ما يأتي إلى الإنسان يأتيه بالصغائر ويلبس عليه، قد يفتح للإنسان أكثر من باب من أبواب الخير، حتى يوقع هذا في باب واحد، شيء فشيء، يعتاد عن الصغائر، ثم ينتقل، نسأل الله السلام والعافية، إلى الكبائر، ثم إلى الشرك الأصغر، حتى يؤدي بالأمر إلى الشرك الأكبر. نعم، قد يقول البعض: لماذا؟ أخوانا، هذا الذي يعني جاء في الكتاب والسنة التحذير، وفتنة النساء فتنة عظيم، إن كيدهن عظيم. وقال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا. ثم قال عظيمة، أنت تسمع في هذه الأيام يعني أمور ما تصدق. تفتح مواقع في كل يوم، في رمضان تفتح مواقع عمدا، في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، قال العلماء في شأن النساء: إذا ذكر لهم النساء
ما استطاع أن يتحمل. إيه نعم ضعيف أنت. قال وخلق الإنسان ضعيفا. إذا أنت ضعيف فماذا تصنع؟ لابد أن ترجع إلى الشريعة. وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. أرأينا في كتاب توحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب أو باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل من الشرك الرقى والتمائم، لأن الرقية تنقسم إلى شرعية وشركية، والتمائم كلها من الشرك إلا إذا كانت من القرآن، ورجحنا التحريم دخولا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى وفتح باب شر على الناس وكراهية السلف لهذا الأمر. نعم. نقرأ في القرآن يعني في شفاء ورحمة للمؤمن، هل يجوز رقية للكافرين؟ الرقى للكافر ثبت أن نفر من الصحابة رضي الله عليهم قرأوا على قومك يصح رقى بينهما يعني. يعني في علاقة ولا لا؟ ما في أي إشكال. ترق الكافر لا إشكال فيها. نعم. وبخاصة إذا كان هذا من باب دعوة الكافر لدخول في الإسلام، تقول هذا القرآن فيه شفاء وفيه رحمة وفيه كذا وفيه كذا. نعم. إحنا نريد الذين شاركوا معنا. نعم. السلام الله عليكم. وعليكم. هل هناك شروط للجمع بين مثلا الصلاة المغرب والعشاء إذا نزل المطر؟ الآن الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير. أسباب الجمع: الأول السفر، الثاني المطر. أي مطر؟ المطر الذي يعني يمنع من حضور الجماعة، وكذلك البرد الشديد، وكذلك الحرج. الحرج هذا طبيب دخل إلى غرفة العمليات الساعة 9 وبدأ بالجراحة، ما يستطيع أن يتوقف لصلاة الظهر ويترك المريض، قد يموت وينزل. فماذا يصنع؟ يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير. لديه مريض يحتاج إلى متابعة ولا يستطيع يترك هذا المريض ولا ثانية، فماذا يصنع؟ يجمع، يعمل في وظيفة، يعمل في وظيفة. هذا السؤال كثير. يعمل في وظيفة يقول ما أستطيع أن أصلي. نسأل هذا، هل هناك في العمل من يخرج يشرب الدخان؟ يقول نعم. إذن تستطيع أن تصلي؟ هل تستطيع الخروج لدورة المياه؟ يقول نعم، لا بد أن أخرج لدورة المياه. نقول طيب توضأ قبل أن تدخل إلى العمل أو إلى الفصل أو إلى المحاضرة. وقت الصلاة إذا كان تنتهي المحاضرة ويبقى وقت للصلاة الحمد لله، عندما تنتهي المحاضرة تصلي في الوقت. وإذا كان يخرج الوقت يعني تمتد المحاضرة من وقت بداية وقت الصلاة إلى نهاية وقت الصلاة، ماذا تصنع؟ تخرج في دقيقتين في 3 دقائق قد تؤدي الصلاة الحمد لله ولا إشكال في هذا. صح؟ نعم. مفهوم؟ في المطر. المطر الآن ننظر الآن، هل بينك وبين المسجد يعني الآن في أحيانا يكون بينك وبين المسجد سقف، يكون بينك وبين المسجد يعني تستطيع الإتيان بالسيارة وكذا، بينك وبين المسجد وحل وسيول وكذا، ماذا تصنع؟ تصلي في بيتك، والإمام يجمع بين الصلاتين. مفهوم؟ نعم. نعم. هل يجوز تمكين الكافر في دفن
المسلم لقرابة بينهما. الله أعلم. من الذين شاركوا معنا السؤال واحد. نعم أخ. أحسن الله لكم. وعليك. ما حكم من يقول الله والنبي عند القيامة وعند الجلوس، وهل هذا الشرك صار؟ وكيف يلعب؟ ينادي يا رسول الله. نداء النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نبين لهذا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك، وتبين وتحذر من هذا والحمد لله. هذا الذي أعلم، وغير هذا الله أعلم. ذكرنا أن السلف رحمهم الله كانوا يحفظون في كل يوم، نعم، والقراء والكتاب للقرآن أكثر من أربع. هذا الذي يعني يذكره بعض الناس يقول أنه كثير من الصحابة لا يحفظون القرآن، لا، الصحابة رضوان الله عليهم على ما ذكرنا في فضل الصحابة، وعلى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الضبط والحفظ، فكانوا أحرص الناس على حفظ القرآن. لا يمكن أن يكون من بعد الصحابة يحرص ويحفظ الصحابة رضي الله عنهم يحفظ القرآن، ما يمكن. لكن حفظ مع تدبر وعمل ودعوة. هذا الذي يقوله بعض الناس أن السلف وبعض الصحابة كان لا يحفظ القرآن، سبحان الله، في الغالب أن الصحابة رضي الله عليهم حفظوا، نعم، بل هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت بماذا بين الأمم، أن أناجيلها في صدورهم. وكم من الصحابة حفظوا القرآن؟ كثير. وارجع إلى تراجع الصحابة الله. هذا الله أعلم، الذي يقول أنه فقط أربعة من الصحابة يحفظون القرآن، هذا ما قرأ يعني ترجمة الصحابة رضي الله عليهم. أخذنا في العقيدة الواسطية إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة، والله سبحانه وتعالى قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا حجب أعداؤه رآه أولياءه. الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني جميع أهل الجنة، نعم، غير هذا. متى الأذان؟ نعم شيخ، حسن الله عليكم. في باب الأسماء والصفات، هل يصح أن نقول أن الطبيب هو الله؟ الله أعلم. الآن في المذكرة في جمع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى للأسماء الحسنى، هذا من القواعد المثلى، وهناك جمع لابن سعد رحمه الله، وهناك جمع لابن القيم. فأنت الآن إذا أشكل عليك اسم من أسماء الله، أرجع إلى جمع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، أو إلى ابن القيم، أو إلى ابن سعدي، ومجموعة إن شاء الله تعالى تجدها في المذكرة. طيب، نعم، هناك أسماء اختلف فيها أهل السنة والجماعة، أسماء اختلف فيها أهل السنة والجماعة. المحسن مثلا، فهل الذي يقول أن هذا ليس من أسماء الله، هل يقول أن من يقول أن هذا ليس من أسماء الله ملحد؟ لا. لماذا؟ أن العلماء رحمهم الله، أي علماء السنة، اختلفوا في هذا الاسم، فهذا ليس بإلحاد. لكن هل اختلف أهل السنة والجماعة في القادر على اختراعه في ثالث ثلاثة؟ لا، هذا إلحاد ولا شك فيه، مفهوم؟
طيب، أخذنا في الدرس الماضي أن الغرض من الدورة هو تقريب علم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولا يعني يظن ظان أننا نريد أن تنتشر مذكرة أو كذا. الذي نريد أن كل طالب يسير على طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا اخترنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح أكثر الفنون، تجد له شرح في الفقه، في الحديث، في التوحيد، في النحو، في كذا. طريقة الشيخ في المؤلفات هي طريقة التدريس، لأن مؤلفات الشيخ في الغالب تفريق بعد مراجعة الشيخ رحمه الله. واضحة، سهلة، رتب، وعم كذا أمور. فنريد منكم إخواننا، يعني لا أحد يقول والله فلان أو إلا، نحن نريد أن الطلاب يرجعوا إلى هذا، إلى علم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتمشي على هذه الطريقة حتى تصل بإذن الله إلى شيخ الإسلام. لأن بعض العلماء يقول أنه لابد أن ترجع إلى مؤلفات العلماء الرباني وتعكف عليه ككتب شيخ الإسلام، يشكل عليك كلام شيخ الإسلام، فماذا تصنع؟ قال بعض العلماء تأتي بترجمان، يعني كأن شيخ الإسلام يتكلم بغير اللغة العربية. من الترجمان؟ ابن القيم. تدرس على ابن القيم، أشكل عليك كلام ابن القيم، تنزل إلى من؟ ابن عثيمين رحمه الله، وما يمكن تنزل أكثر. تمام، نعم، تمشي على هذه الطريقة. والله أخواننا، نحن ذكرنا أحيانا بعض الأمور في هذه الكتب، أحيانا كلمة واحدة قلنا يقف عندها العلماء كما وقف الشيخ الألباني رحمه الله، ابن حجر عسقلاني رحمه الله، في موضع في صحيح البخاري أحسن من شرح أو من أحسن الشروحات على صحيح البخاري فتح الباري، حتى قال البعض لا هجرة بعد الفتح. ابن حجر إمام من أحسن الشروحات وكذا، لكن قال في موضع بل في مواضع في الصحيح في الفتح عن البخاري يقول لله دره، ما أوسع الاطلاع، حير من؟ حير ابن حجر. ابن القيم يقول سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة فأجاب بكلمة، وقال بعد يعني فترة تبين له، هو لم يفهم الإجابة في ذاك الوقت، بعد فترة تبين له أن هذه الكلمة جمعت. التفسير ابن سعدي، لدينا في المدينة إمام يعني رجل أستاذ دكتور في التفسير، يقول في أول الطلب كنت أقرأ في تفسير ابن سعدي ثم أرجع لابن كثير والقرطبي والطبري وكذا. الآن يقول عندما فتح الله علي وعرفت هذه التفاسير ودرست وكذا، أقرأ في المطولات ثم أرجع إلى ابن سعدي، أجد أنه جمع يعني ما هو مفيد ومهم، وأراد العمل بالقرآن في كلام مختصر. وأقول ليتني في أول الطلب عكفت على ابن سعدي. فأنت الآن أمر مهيئة لك. البعض يقول ماذا ندرس بعد الواسطية؟ كتاب التوحيد واسطية، هذه تكفي في التوحيد والعقيدة. تنتقل بعد هذا إلى شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لبلوغ المرام. والله إنه متن شيق، فماذا تصنع؟ تعتاد على طريقة المذاكرة. هو الشيخ رحمه الله يراجع لك ويسأل ويجيب، فماذا تصنع؟ تجعل لنفسك درس مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كل يوم، ما تترك الدرس،
لو تترك الدرس في اليوم في هذا اليوم مثلا يوم الأحد غدا عليك درس الأحد درس الاثنين. الشيخ إذا سأل سؤال في الدرس توقف المسجل أو هكذا وتجيب، ثم بعد هذا تسمع الإجابة، وعلى هذا تدرس عند من؟ عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم، فلا إشكال تحضر هنا وتحضر هنا وتحضر هنا، لكن لا تسمع للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لغير البلوغ الآن حتى تتم البلوغ، ثم تنتقل إلى كتاب ثاني وعلى هذا تسير بإذن الله. كتاب سهل واضح نصحني العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى وفق الجميع لما يحب أرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا ولله الحمد والمنة تمت هذه الدورة المباركة، ونريد يعني أن تبدأ الدورة في هذا اليوم دورة كل طالب، وأنه يعرف أن عليه واجبات، أن الله سائل يوم القيامة، واستمر على هذه الطريقة. الشروحات لا تقرأ الآن حتى تضبط شرح الشيخ بن عثيمين، لا تقرأ غير شرح الواسطين للشيخ بن عثيمين رحمه الله أبدا، حتى تتم الشرح وتتقن الشرح، ثم اقرأ ما شئت من الشروحات. إذا الذي درس اتفقنا على هذا، اللي درس يبدأ من اليوم دراسة الواسطين وتذاكر مع أخواني، إذا انتهى ينتقل إلى بلوغ المرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لنا يعني لقاء ودورة في هذا المتن في البلوغ أو في متن فقهي إن شاء الله تعالى، لأننا يعني إن ضبطنا هذه المتون نريد أن ننتقل إما للحديث أو إلى الفقه، لكن لابد من أمور تصنعها قبل الدرس، حفظ بلوغ. نعم، الشيخ بن باز رحمه الله سأله طالب قال يا شيخ المتون كثيرة وأنا أريد أن تختصر لي كتاب أو كتابين فقط، قال كتاب التوحيد والبلوغ، كتاب التوحيد والبلوغ، مفهوم؟ نعم، احنا أضفنا شيء يسير، واسطية، ما الإضافة؟ الواسطية الشيخ بن عثيمين رحمه الله، تحفظ كتاب التوحيد والبلوغ والواسطية والبلوغ، والحمد لله، والله ستعرف قيمة هذه المتون بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله.